طلاب موريتانيون يمثلون روابط واتحادات طلابية في 5 دول عربية يبحثون في صالون توجيهي بنواكشوط. وضيعاتهم طلاب الممنوحين ويقدمون إرشادات توجيهية للراغبين منهم بمواصلة تعليمهم الأكاديمي في الخارج. أول مرة اجتمعوا روابط واتحادات الطلاب في الخارج والله بعد 4 دول ولا 5، مصر وتونس والجزائر والمغرب، لكن معدل صالون موحد، صالون توجيه موحد يعطوا فيه الإرشادات للطلاب اللي راغبين بالتسجيل في الخارج واحدة من الدول، والله مولي لي بورسي اللي ديجا كاع خاض ديسيزيون على انهم بورسي وقاعدين الخارج، نعطوهم اخبار ظروف المعيشه وتكاليف ثم. ويقول مشاركون هنا ان الصالون التوجيهي في نسخته الاولى يسعى الى تبادل الخبرات والتجارب مع طلاب قادمين من خارج البلد حول الفرص والامكانيات المتاحه في بعض الجامعات خارج البلاد وتزويدهم بالمعلومات التي يحتاجونها. لذلك قررنا احنا اننا نعدلوا كانوا يخرجوا عده صالونات غير الناس اللي تعدل لي صالون، ما هم اللي ريبريزنتان طلاب، ممثل الطلاب، ذاك الرجاج اللي المكتب اللي منتخب اللي يضرب خبايا المشاكل ويضرب حياه الطالب في الخارج، هو اللي يعرف الطريقه اللي لا يوجهه بها والطريقه اللي لا يعدلوا بها يحل بها مشاكله كامله ولا يستقبله في المطار. وقدمت خلال المنتدى عروض مختلفه قدمها طلاب يدرسون في بعض الدول العربيه، الهدف منها بحسبهم تقديم ارشادات توجيهيه لطلاب الممنوحين والتخصصات المطلوبه اضافه الى الدول المستهدفه الاكثر وجهه للطلاب الموريتانيين.